اهلا بيكم شباب ثانويه عامه في فيديو جديد، والفيديو ده ان شاء الله هيبتدي من اول بيج 175 من صفحه 105 من صفحه 175، وده بيتكلم على الباست بيرفكت سيمبل اللي هو الماضي التام البسيط. طيب احنا كده لحد دلوقتي ثلاث فيديوهات مع بعض، الباست سيمبل ماضي بسيط، would او used to plus infinitive العادات المتكررة او الاحداث المتكررة في الباست في الماضي، وثالث زمن خدناه مع بعض كان الباست كونتينيوس الماضي المستمر، ورابع زمن ان شاء الله هناخده النهارده اللي هو الباست بيرفكت سيمبل اللي هو الماضي التام. طيب شكل الماضي التام طبعا يا شباب بيتكون من هات بلس الباست بارتيسيبل اللي هو البي بي هات زائد التصريف الثالث للفعل، واحنا اتكلمنا قبل كده على التصريف الثالث للفعل ده معناه ايه. فأول ملحوظة لازم تفهم إن الجملة في الأكتف فورم في شكل المعلوم أو المبنى المعلوم اللي أوله فاعل طبعا بيقول كده She had finished the reports by 11 PM، يعني هي أنهت أو خلصت التقارير على الساعة 11 بالليل. تمام، خلي بالك الباست بيرفكت ده ماضي تام، يعني كمان هو أقدم من الباست سيمبل من الماضي البسيط. طيب لما احب اعملها بقى باسيف، الجمله دي اعملها مبني للمجهول، فهيبقى شكلها كده ما ببتديش بالفعل ولكن ببتدي بالاوبجكت المفعول. المفعول بتاعك ايه؟ ذا ريبورتس، التقارير. وبدل ما اقول هاد فينيشد هقول هاد بين فينيشد، صح كده؟ باي هير باي 11 PM، يعني عايز اقول التقارير تم انهائها او خلصت عن طريقها الساعه 11 ايه بالليل. يبقى خلي بالك شكل الاكتف بيبقى هاد بلس الباست بارتيسيبل، هاد زائد التصريف الثالث للفعل. طيب لما اجي اعملها شكل مبني للمجهول فانا هقول هاد عادي جدا، والتصريف الثالث انت عارفه كويس، ولكن في النص هيبقى فيه بين او بن، يبقى هاد بن او هاد بين زائد التصريف الثالث. الملحوظة الثالثة اللي حابب حضراتكم تعرفوها معايا ان الماضي التام بستخدمه للتعبير عن حدث حصل قبل وقوع حدث في الماضي. انا لسه قايل لحضراتكم كده من دقيقة ان الماضي التام هو حدث اقدم فعلا من الماضي البسيط. يعني لو عندي تو اكشنز، حدثين، في حاجة حصلت في الاول وحاجة تانية حصلت بعديها، يبقى الحدث اللي حصل في الاول يبقى ماضي تام باست بيرفكت اللي هو بيتكون من هاد زائد التصريف الثالث للفعل، والنص التاني من الجملة هيبقى طبعا الباست سيمبل اللي هو الماضي البسيط. تعالى كده نشوف اكزامبل كده وكي ووردز على الكلام ده. ممكن اقول I had done my homework، انا عملت الواجب بتاعي، before bedtime قبل وقت النوم. Before bedtime قبل وقت النوم I had done my homework، يعني معنى اصح ان فكرة ان انا كنت اعمل homework ده كان الاكشن الاول، يعني الحدث اللي كان الاول قبل وقت النوم، يبقى I had done my homework، انا عملت الواجب الاول before طبعا bedtime قبل وقت النوم، او العكس before bedtime قبل وقت النوم انت عملت ايه حبيبي بقى؟ I had done my homework، يعني انا عملت الواجب ايه بتاعي. طيب خلي بالك بقى معايا ان في كلمات معينة زي باي، زي before، زي this time، كلها بتتكلم طبعا على ايه؟ في عندي طبعا كلمات زي by، زي before، زي this time بيتكلموا طبعا على ايه؟ على الماضي التام. بيجي طبعا قبلهم جملة في الماضي التام وبعديهم جملة في الماضي البسيط. ركز معايا by و before و this time. تعال نشوف بعض الكلمات اللي بيجي وراها past perfect الماضي التام في الملحوظة الرابعة. يعني مثلا after و as soon as و at the moment و when، كل دول ممكن يجوا ماضي تام حدث أولاني وماضي بسيط حدث إيه؟ حدث تاني. يعني ممكن أقول after he had bought a mobile، بعد ما اشترى موبايل he went home، هو روح. الحدث الأولاني had bought، اشترى الموبايل. الحدث التاني إن هو إيه؟ روح. وادي after جاية إيه؟ جاية في الأول. تمام، ممكن أقول after the mechanic had checked the engine، after the mechanic had checked the engine، بعد ما الميكانيكي فحص الموتور it worked well، اشتغل كويس او اشتغلت كويس. عايز اقول هنا ان الميكانيكي ده دي جملته had checked، فحص past perfect ماضي تام حدث اولاني، الحدث الثاني ان العربيه او الموتور اشتغل ايه كويس. يبقى بعد after وبعد as soon as وبعد the moment وبعد when ممكن اقول past perfect وبعد كده past simple، حدث اولاني ماضي تام حدث ثاني ماضي بسيط. هل افتر لو ما جاش وراها جمله كامله زي وايل كده في الفيديو اللي فات او في الدرس اللي فات
ينفع اقول بعد افتر يجي وراها اي ان جي؟ طبعا تعتبر هنا او تعمل معامله بروبوزيشن حرف جر. يعني افتر باينج ا موبايل هي ونت هوم، بعد شراء الموبايل هو روح البيت، صح كده؟ بدل ما اقول افتر اي هاد بوت ا موبايل، لان دي كان اصلها افتر اي هاد بوت ا موبايل، بعد ما انا اشتريت موبايل، تمام؟ اي ونت هوم روحت البيت، او هي ونت هوم روح البيت، انا هقول كده طبعا افتر باينج ا موبايل الاي ان جي على طول، وبعد كده طبعا الجمله الثانيه هتبقى باست سمبل، الحدث الثاني عادي جدا. طيب في شكل ثاني برضه ساعات بنشوفه وبنتلخبط، اللي هو بنسميه الهافينج بوت، وده كنا قلنا اسمه واحنا بنشرح كده بعض الجراماتيكال هنس، اللي هي بعض الملاحظات الجرامر القواعد الصغيره الخفيفه دي اللي بنقع فيها. ان قلنا هافينج زائد التصريف الثالث للفعل انا بسميه، تمام صح كده، اللي هو بيسموه ايه بقى؟ البيرفكت بارتيسيبل، صح كده، اللي هو بيتكون من هافينج زائد الباست بارتيسيبل. ده بقى بديل يا شباب لفكره الهاد باست بارتيسيبل اللي هو الماضي التام. يعني having bought a mobile he went home، بعد ما اشترى موبايل هو روح البيت. النص الثاني متهيألي لنا ولا انت عندنا مشكله فيه. النص الاولاني بدل ما قلت after he had bought a mobile، بعد ما اشترى موبايل شكله في الباست بيرفكت الماضي التام، احنا قلناها having bought على طول، having في الاول وبعد كده الباست بارتيسيبل بعديها، وده يبقى بديل للماضي التام. طب امتى اعملها باسيف؟ لو كنت بتكلم على حاجه ها في المجهول، او اقصد ان المفعول يبقى موجود في اول الجمله ولكنه مش موجود. يعني having been checked the car engine worked well، عايز اقول بعد تم فحص العربيه الموتور ايه اشتغل. الحاجه الثانيه اللي هي before وby the time وwhen، هل التلاتة دول بيجوا من past perfect الحدث الأولاني؟ أقول لك لا، بيجوا من past simple. هقول before he went home he had bought a mobile، دي عكس after خالص يا شباب. قبل ما هو روح البيت أو ذهب للبيت he had bought a mobile، اشترى موبايل. أنا كنت بقول after he had bought a mobile، بعد ما اشترى موبايل he went home. هنا أنا بعكس، بقول before he went home، قبل ما يروح البيت هو اوريدي كان عمل الاكشن الاولاني او الحدث الاولاني، هو اشترى ايه؟ موبايل. زي افتر تمام بيفور في حته الاي ان جي، انا قلت لك افتر لو جاي وراها جمله الماضي التام ممكن اخليها اي ان جي، بس ممكن بيفور جاي وراها جمله الباست سمبل الماضي البسيط ينفع اخد الفيرب الاساسي واحطه في الاي ان جي، صح. بيفور جوينج هوم هي هاد بوت ا موبايل، يعني قبل الذهاب للبيت هي هاد بوت ا موبايل، هو اشترى ايه؟ موبايل. نيجي بقى القاعدة تانية اسمها until وتل، خلي بالك من السبيلنج، من حروف until U N T I L واحدة بس، طيب وسبيلنج أو الحروف بتاع تل T I L L، until وتل حتى لم أو لم يكن حتى، معناها إيه بقى الكلام ده؟ أنا بحط بعد until وتل الباست بيرفكت اللي هو الماضي التام، الجملة اللي حصلت في الأكشن الأولاني في الحدث الأولاني، والجملة اللي قبليها هتبقى في الباست سمبل في الماضي البسيط اللي هو الاكشن الثاني او الحدث الثاني، بس لازم يبقى في شكل النيجاتيف في شكل النفي. يعني انا هقول كده he didn't go home until he had bought a mobile، هو ما روحش البيت حتى لم او لحد ما ايه عمل ايه بقى؟ ما اشترى الموبايل، حتى اشترى الموبايل. يعني اشترى الموبايل ده الحدث الاولاني اكشن 1، وده بيجي بعد تل وانتل في الباست بيرفكت الماضي التام، والاكشن اللي قبليها يبقى الباست سمبل الماضي البسيط بس بيجي نيجاتيف فورم في شكل النفي. طيب هنكمل بعد كده شباب في الملحوظه الخامسه. لاحظ استخدام الماضي التام مع بعض الظروف التاليه او الكلمات اللي جايه، خلي بالك بس معايا عشان خاطر الكلمات اللي جايه دي برضو يا شباب مهمه جدا، وساعات بنتلخبط ما بنعرفش ايه اللي قبليها وايه اللي بعديها، وهل هحط فعل ولا هحط سبجكت فاعل، هنشوف. طيب بص كده معايا، انا هخش على الاكزامبلز على طول الامثله عشان تبان قدامك بشكل اوضح وبشكل فعال. لما اقول he had no sooner bought a mobile than he went home، واضح كده ان الكلمات اللي انا هتكلم فيها مع حضراتكم دي بتعبر عن الباست بيرفكت الماضي التام طبعا، وربطه بالباست سمبل الماضي البسيط اللي هو الحدث الاقدم او الحدث الاولاني وما يليه من الحدث الثاني، صح. طيب عندي اول ظرف لازم تركز عليه اللي هو no sooner، بص كده على الشاشه وركز معايا، no sooner no sooner، شكل الكلام هيبقى عامل ازاي لما اربط باست بيرفكت ماضي تام بباست سمبل ماضي بسيط؟
طبعا خلي بالك no sooner عشان تبقى عارف هي مربوطة بذان. no sooner مربوطة بذان، بس ايه الكلام اللي قبل واللي في النص واللي بعد؟ تعال نشوف. اولا الباست بيرفكت بيتكون من هاد بوت، هاد زائد التصريف التالت. يبقى انا هحط نو سونر كده في النص ما بين هاد والتصريف التالت، واكمل الجمله الاولى بتاعتي. يعني هقول هي هاد نو سونر بوت ا موبايل، هو ما اشتراش موبايل تمام لحد ما ذن هي وينت هوم، هو روح البيت. يعني عايز اوصل من معنى الجمله او من شكلها في الجرامر في القواعد ان فكره الماضي التام حصل الاول، الباست بيرفكت الحدث الاول حصل، والماضي البسيط الحدث الثاني ايه حصل. خلي بالك معايا ان ربط نو سونر تربط بايه؟ بذان. صح؟ صح. خش على الجمله الثانيه. هي هاد هاردلي او سكورسلي بوت ا موبايل وين او بيفور هي وينت تو بيد. وهنا برضو هتكلم معاك في نفس الفكرة، ان احنا استبدلنا no sooner ما بين الهاد وما بين بوت، استبدلنا no sooner بهاردلي وسكورسلي. الاتنين يا شباب نفس المعنى هاردلي وسكورسلي، بس خلي بالك معايا ان هاردلي وسكورسلي ما بين الهاد والباس بارتيسيبل، والنص التاني مش هيكمل بذان بقى، هيكمل بوين او بيفور، وبعد كده الباست ايه؟ سيب. يعني نو سونر بتيجي معاها ذان، هاردلي وسكورسلي بتيجي معاهم وين او بيفور. في النص الاولاني نو سونر او هاردلي او سكورسلي بيجوا ما بين الهاد والباس بارتيسيبل اللي هو الشكل الكامل للماضي التام، والنص الثاني من الجمله سواء بعد ذان او وين او بيفور بيجي الباست سيمبل، طبعا بوزيتيف عادي اثبات الجمله في الباست سيمبل الحدث التام. هل بقى في مشكلة لو حطيت نو سونر في الأول أو هاردلي أو سكورسلي في الأول؟ قال لي لا، هو كان الجملتين اللي فاتوا كنا بنقول هي هاد نو سونر أو هي هاد هاردلي أو سكورسلي، يعني كنا بنحط توليفة أو شكل أو تكوين الباست بيرفكت اللي هو بيتكون من هاد والباست بارتيسيبل، بس بنحط ما بينهم الكلمات دي سواء نو سونر أو هاردلي أو سكورسلي. إنما في الشكل التاني أو في الجملتين الجايين إحنا هنحط نو سونر إن كابيتال لتر وهاردلي وسكورسلي اتش او الاس كابيتال لتر يعني في اول الكلام. هل الشكل هيختلف؟ النص الثاني هيفضل زي ما هو، يعني عندك سواء نو سونر مع نو سونر مع هذان يبقى انت بتكمل باست سمبل، هاردلي وسكورسلي وبعد كده وين بيفور بتكمل باست سمبل. لكن خلي بالك بقى في اللعبه الاولانيه نو سونر هاد هي بوت، ياه انا هفصل الباست بيرفكت ما بين هاد وبوت او هاد والتصريف الثالث وهحط السبجكت الفاعل في النص، يبقى نو سونر هاد هي بوت. كاني بالظبط بعمل زي سؤال، عارف انت لو بتيجي تفورم كويشن بتكون سؤال في المحادثه الظريفه اللطيفه بتاعتنا دي، كنا بنقول ايه مثلا وات هاد هي بوت، هو اشترى ايه؟ فانت هتشيل كانك وات اللي هي اداه الاستفهام او كلمه الاستفهام وتحط طبعا نو سونر، يبقى نو سونر هاد هي بوت ا موبايل ذان هي ونت ايه هوم. صح؟ يعني الاول لم يكن ان هو يشتري موبايل حتى هو روح البيت، يعني بمعنى اصح هو اشترى موبايل وبعد كده روح البيت. انا قلت لك ان الجمله اللي بعد ذان او بعد وين او بيفور ما فيهاش اي مشكله على الاطلاق، هي بتبقى باست سيمبل ماضي بسيط عادي. طب الجمله الثانيه بقى مش نو سونر هتبقى هاردلي وسكورسلي، واول حرف من هنا او هنا هيبقى كابيتال لتر لان في اول الكلام، وهحط نفس توليفه الجمله الاولى هاردلي او سكورسلي هاد هي بوت ا موبايل وين اور بيفور هي وينت تو بيد، طبعا حتى ان هو راح الى السرير او راح ينام. تمام كده؟ يبقى خلي بالك من الجمله دي كويس جدا. طبعا هي وينت هوم مثلا ما فيش مشكله زي الجمله اللي فوق، ولكن لازم تبقى فاهم ان نو سونر وهاردلي وسكورسلي دول بيجوا في الجمله الاولانيه بيتعاملوا مع الباست بيرفكت، والتعامل الثاني بعد طبعا ذان او وين او بيفور في الباست سيمبل الماضي البسيط. طيب هل بقى افتر دي بعد؟ طب لو انا حطيت ذات لافتر بقت افتر ذات، هل تغير شكل الكلام؟ طيب قال لي افتر ذات هي كده بقت تساوي بيفور، يعني انت كنت بتقول افتر الاول عكس بيفور، المره دي انت هتقول افتر ذات ايكوال بيفور، يعني بالظبط هتعاملها زي بيفور. بيفور كان بيجي وراها ماضي بسيط صح؟ وبعد كده الماضي تام الحدث الثاني وبعد كده الحدث الاولاني، هي افتر ذات هيحصل كده. تعال نشوفها كده مع بعض. I had tidied my room before I watched TV. دي جمله بيفور العاديه، كنت بتقول انا كنت بنظف الاوضه بتاعتي قبل ما انا بتفرج على التلفزيون. الحدث اللي في الباست بيرفكت الماضي التام اللي حصل الاول ان انت نظفت الاوضه بتاعتك وبعد كده اتفرجت على التلفزيون.
هتشيل بقى بيفور وتحط افتر ذات، مش هتعكس بقى، لان هنا بيفور بتساوي افتر ذات. هتقول ايه؟ اي هاد تايدد ماي روم، انا نظفت الاوضه بتاعتي افتر ذات، وبعد كده اي واتش التي في، انا اتفرجت على التلفزيون. يبقى اذا بيفور عامله زي افتر ذات. وعلى فكره هل الكلام ده ينطبق برضه مع بيفور ذات وافتر؟ صح، انت كنت بتقول في الملحوظه اللي جايه دي ان افتر بيجوا باست بيرفكت ماضي تام، الحدث الاول وبعد كده بوسيبل الحدث الثاني ماضي بسيط. هي بقى افتر بتساوي بيفور ذات. يعني انا قلت لك ان بيفور بتساوي افتر ذات، وبيفور ذات بتساوي ايه؟ افتر. اي واتش تي في افتر اي هاد تايدد ماي روم، يعني انا اتفرجت على التلفزيون بعد ما انا رتبت او روقت الاوضه بتاعتي. اي واتش تي في، انا رتبت او انا سوري انا اتفرجت على التلفزيون بيفور ذات، وقبل ده اي هاد تايدد ماي روم، انا كنت روقت الاوضه ايه بتاعتي. تعالى بقى نخش عند الملحوظه السابعه، وهو انا لو عندي موجود اكتر من حدث بيستخدموا في الماضي طبعا البسيط، خلي بالك معايا، فان الحدث، خلي بالك، فان الحدث اللي هيجي بعد كلمه ذات هيتحط في الماضي التالي. اسمع بقى الجمله دي، ودي مصادر جدل كتير وناس كتير بتختلف عليها او ما بتبقاش عارفه الاجابه هتعمل ايه او تتصرف ازاي. After I locked the door، بعد ما انا قفلت الباب، I realized that I had left my mobile inside. انا قفلت الباب اهو، ادي ماضي بسيط. I realized، ادركت، وده برضه ماضي بسيط. شايف انا عمال اقول كده حدثين في الماضي البسيط زي ما انا قلت لك، ادي ماضي وهو ماضي على طول. locked قفل، و realized ادرك. بص بقى المفاجأة القنبلة دي، that I had left my mobile inside. ادركت او عرفت او اكتشفت ان انا كنت سايب موبايلي جوه او التليفون بتاعي جوه. اذا بعد ذات لازم هتحط الاختيار بتاعك او الحل بتاعك في الباست بيرفكت في الماضي التام اللي بيتكون من هات بلس الباست ايه؟ بارتيسيبل. طيب خلي بالك معايا من نقطة مهمة جدا جدا جدا، لاحظ الفرق في المعنى لما استخدم افتر مع اي ان جي، ووايل مع اي ان جي، وان مع اي ان جي. هي مشكلتك ان افتر ووايل وان بيجوا مع الاي ان جي، بس لازم تفهم تسلسل الاحداث او فهم للاحداث اللي حصل ايه او قبل ايه عشان تفهم برضو استخدام افتر ووايل وان. يعني الجمله الاولى، on feeling the pain of the injection she gave a spontaneous cry. ده اسمه تعاقب سريع للاحداث. بمعنى ايه؟ بمجرد ما حست بالم للحقنه او للحقن، يعني كانت بتتحقن مثلا، she gave a spontaneous cry، يعني ادت صرخه فوريه لحظيه مش مترتب لها. شاف الحدث ورا الحدث ازاي، وبالتالي اون يجي وراها اي ان جي في الاول. طب الجمله الثانيه، after having lunch she took a rest، بعد تناول الغداء she took a rest، يعني خدت بريك او خدت راحه. خلي بالك ان دول حدثين متتاليين بس في فاصل زمني ما بينهم. يعني انت بتقول هنا ايه؟ after having lunch she took a rest، يعني بعد تناول الغذاء she took a rest، خدت ايه؟ خدت راحة. هنا في فاصل زمني شوية عن الجملة الأولى، الجملة اللي كان فيها on ing والجملة الثانية possible كان يدوبك يعني حدثين لازقين في بعض زي ما بيقول، واحد في ظهر الثاني على طول. لكن انت بتتكلم في الجملة الثانية لا، في space شوية، في فترة زمنية شوية، عشان كده انا قلت لك بعد تناول الغداء هي خدت راحة. طب الجملة الثالثة، while walking by the Nile، أثناء السير جنب النيل أو المشيان جنب النيل، I saw some fishing boats، شفت بعض مراكب الصيد. ده هنا بقى أنت بتتكلم على تركيز على إيه بقى؟ استمرارية الحدث. يعني أثناء ده بقى الباست كونتينيوس، الماضي المستمر، اللي هو الدرس اللي فات ده على طول. أثناء السير أو المرور أو المشيان جنب النيل، I saw some fishing boats، أنا لقيت أو وجدت طبعًا بعض مراكب الصيد. اخر ملحوظه واخر حاجه هنستفيد بيها النهارده في درس الباست بيرفكت الماضي التام، هو ان ممكن استخدم الماضي التام عشان اعبر عن حدث او موقف تم في الماضي، صح؟ وطبعا كان ليه اثر على احداث او مواقف بعدها. ازاي يعني؟ يعني لو انا قلت الجمله دي، he was sad، هو كان زعلان، because this he was sad because his team، هو كان زعلان لان الفريق بتاعه had lost the match. عايز اقول why was he sad، هو ليه كان زعلان؟ قول لي يا جماعه
ليه الراجل ده او الست دي كانت زعلانه او كان زعلان ليه؟ because he had lost the match او because his team had lost the match، لان الفريق بتاعه ايه؟ خسر الماتش. طب هنا انا ما عنديش after ولا before ولا by the time ولا as soon as ولا no sooner ولا hardly ولا scarcely عشان اقول الكلام ده، ولكن تخلي بالك كويس جدا ان هنا انت ليه زعلان؟ في سبب الاول حصل، في action الاولاني حصل. انا هنا بالسنس فهمت كده بتسلسل وتعاقب الاحداث ان زعله ده كان نتيجة لاكشن حصل في الماضي التام في الحدث الاول، ان هو الفريق بتاعه had lost a match. هي لو انا قلت his team had lost the match، فريقه طبعا خسر المباراة، so he was sad، عشان كده كان هو ايه؟ زعلان. يبقى انا عكست because مع so. واحنا تمني بنقول في القواعد بالذات الباست بيرفكت الماضي التام ان because يجي قبلها past simple ماضي بسيط وبعدها past perfect الحدث الاولاني ماضي تام. So therefore العكس يجي قبليهم past perfect الماضي التام الحدث الأولاني وبعد كده past simple الحدث التاني اللي هو الماضي البسيط. هنتحرك شباب على الأسئلة على طول. أول جملة بتقول by the time I returned home, I spaced the shopping already. يعني قبل ما أنا رجعت البيت أنا already بالفعل عملت إيه؟ عملت التسوق. طيب خلي بالك معايا، باي ذا تايم دي كلمه زي بيفور بالظبط، يجي ورا باست سمبل، واحنا هنا مطالبين بالحدث الاولاني اللي هو الباست بيرفكت الماضي التام اللي بيتكون من هاد بلس الباست بيرفكت بلس هاد بلس الثلاث الفعل. ديد ماضي بسيط ما تنفعش، واز دوينج ماضي مستمر ما تنفعش، هاد دان هو ده الماضي التام الباست بيرفكت اللي عايزينه، هاد بن دان دي باسيف، وانا طبعا مش محتاج شكل المبني للمبني. الجمله الثانيه by the time I returned home، تمام؟ قبل ما انا ارجع البيت او رجعت البيت، the shopping ايه already؟ التسوق اتعمل، صح؟ انا محتاجها طبعا في الماضي التام بما انه حدث حصل في الاول، ولكن محتاجه طبعا في شكل الباسيف فورم اللي هو المبني للمجهول. did ما تنفعش، مش مبني للمجهول، was doing نفس الفكره لا، و have done the past perfect ماضي تام ولكن مش مبني للمجهول، ولكن have been done هو المبني للمجهول ولكن في الماضي التالي. الجملة التالية by midnight I ate unit 10 and written an essay. يعني عايز أقول by midnight بحلول نص الليل I ate unit 10، عملت إيه في unit 10؟ تمام؟ وطبعا written an essay وكتبت مقال أو paragraph عليها. had studied ذاكرت ولا had been studied تم مذاكرتي، ما ينفعش طبعا بشكل passive مبني للمجهول. studied ذاكرت was studying برضه كنت بذاكر. خلي بالك بي بره الموضوع لان ده باسيف مبني للمجهول، احنا عايزين الجمله تبقى مبني للمعنى، يبقى يا ايه يا سي يا دي، ولكن باي ميد نايت بحلول نص الليل، وانا قلت ان باي دي كلمه اصيله من كلمات الباست بيرفكت زيها كده زي ما انتوا قلتوا باي ذا تايم، يبقى لازم هاخد باست بيرفكت فهتبقى الاجابه طبعا هاد ستارتد. نمبر 4 باي ميد نايت يونت 10 بحلول نص الليل، يونت 10 يونت 10 دي ذاكرت نفسها ولا حد ذاكرها؟ هيبقى شكل المبني المجهول. هاد ستادد ده ماضي تام بس مش مبني المجهول، وستادد ذاكر ده ماضي بسيط بس مش مبني المجهول، وواز ستادينج ماضي مستمر مبني للمعلوم مش للمجهول، ولكن هاد بن ستادد تمت مذاكرتها وده مبني للمجهول. نمبر 5 once I ate at the office I checked my email. عايز اقول ها بمجرد ما او ذات مره انا وصلت للمكتب، ماشي، او بمجرد او حين وصولي للمكتب بتاعي I checked my email، فحصت الايميل او الميل بتاعي البريد بتاعي. had been arrived ده باسيف مبني للمجهول ما ينفعش، arriving ما ينفعش ing بعد I، was arriving ده past continuous ماضي مستمر، و had arrived ماضي تام past perfect ماضي تام. خلي بالك once I ate the office I checked my email، طبعا انا هنا اول ما انا وصلت للمكتب ها بصيت على الميل او على البوسطه او على الجوابات بتاعتي، تمام كده؟ فهنا بضطر احتاج الباست بيرفكت الحدث اللي حصل الاول. طبعا في ناس هتيجي تقول لك واز ارايفنج ليه مش ماضي مستمر، مع ان الماضي المستمر بيرتبط بالماضي البسيط، ولكن هنا خلي بالك مفيش استمراريه، هنا انا وانس اي ارايف وصلت على طول تمام باست بيرفكت، بعد كده الاكشن الثاني حصل ان انا عملت تشيك فحص على الميل على البريد بتاعي. الجمله السادسه يا شباب بتقول
after ايه؟ the office بعد ايه؟ المكتب. I checked my mail، فحصت الميل بتاعي. طبعا هنا after مش جاي ورا جمله كامله، فمحتاج احط gerund او noun، يا اما اسم يا اما فعل اي ام جي. had been arrived ما ينفعش. arriving تمام، هو ده فعل بلس اي ام جي. طبعا was arriving ده ماضي مستمر، و had arrived ماضي تام ما ينفعش. number 7 بتقول when I returned home، لما انا وصلت البيت. mom ate the cooking so I helped her. لما انا رجعت البيت، مام ايه الطبخ؟ يا ترى هي خلصت الطبخ الاول ولا خلصت الطبخ بعد ما انا وصلت؟ لان so I helped her يعني انا، عشان كده انا ساعدتها، فبالتالي هي اوريدي ايه طبعا صح كده، هي كانت بتخلص او كانت بتعمل في الطبخ بتاعها. was done ده passive مبني للمجهول ما ينفعش. was doing كانت بتعمل، عشان كده انا ساعدتها ده ماضي مستمر. had done already خلصت، طب هي لو خلصت فعلا يبقى انا بساعدها ليه؟ had been done passive مبني للمجهول ما ينفعش، يبقى was doing ماضي مستمر. خلي بالك ان الدرس بتاعنا past perfect ماضي تام، وما يمنعش ان احنا نلاقي بعض الحاجات على الماضي البسيط او الماضي المستمر. الجمله الثانيه بتقول when I returned home، لما رجعت البيت. mom ate the cooking، ماما عملت ايه في الطبخ؟ so I sat down to eat، قعدت اكل، يبقى هي already كانت مخلصه. was done ده passive مبني للمجهول ما ينفعش، was doing ماضي مستمر كانت شغاله فيه بس هي خلصت، فانا هقعد اكل. had done اللي هي معناها طبعا مامتي عملت الكوكينج الطبخ عشان كده انا قعدت اكل، ولا had been done دي هتبقى passive مبني للمجهول؟ طبعا هتبقى had done علشان خاطر ماما عملت الاكل الاول وانا بعد كده already ايه طبعا قعدت اكل، صح كده؟ space the engine it worked well، عايز اقول هنا المحرك او الموتور، ولكنها طبعا اشتغلت كويس. it worked well اشتغلت كويس. having checked يعني بعد الفحص، ولا having to check طبعا دي غريبه شويه، معناها انك انت تعمل انك انت تفحص، طبعا ما ينفعش. checked مفحوصه the engine، ولا having been checked العربيه تم فحصها. خلي بالك هنا يا شباب احنا اتفقنا قبل كده، لو انا قلت طبعا حدثين ماضي تام وبعد كده ماضي بسيط، الماضي البسيط في ان الموتور او المحرك اشتغل تمام كده، فانا عايز اقول بعد فحصه. بعد فحصه ده passive، الشكل الوحيد هو المبني للمجهول ده been، هتبقى having been checked صح. بعد ما اتفحص الموتور كويس او بعد ما اتفحصت العربيه كويس، الموتور اشتغل كويس. الجملة نمبر 11 11 بتقول I left for work، طبعا أنا غادرت للعمل. I had turned off the gas pipes، وأنا طبعا قفلت كل مواسير الغاز تمام. before قبل، ولا once بمجرد، ولا just after بعد مجرد بعد، ولا after بعد. خلي بالك I left for work I had turned off the gas pipes، هنا خلي بالك the gas pipes، هنا خلي بالك معناها هنا قبل ما انا مشيت للشغل انا اوريدي قفلت ايه مواسير الغاز، هتبقى بيكون هي الاجابه. طيب نمبر 12 بتقول space leaving for work، المغادره للعمل. I had turned off the gas، قفلت الغاز. طبعا خلي بالك هنا leaving ing، وبالتالي نشوف ايه الكلمه اللي ينفع يجي مع الاي ان جي. before تنفع، once ما تنفعش، just after ما تنفعش، after تنفع. بس خلي بالي من حته مهمه جدا، ان leaving دي اي ان جي، before ولا after؟ انا قبل ما اسيب او قبل ما اغادر الشغل انا قفلت الغاز، فهتبقى الاجابه طبعا before. بتقول I didn't leave for work، انا ما غادرتش للعمل. ايه؟ I had turned off the gas pipes، الا لما او حتى لما قفلت مواسير الغاز. طيب الا لما دي مش هتبقى after لانها بعد، while اثناء او بينما، on برضه بينما او اثناء او بمجرد، until الا لم او حتى، هي دي until. وانا قلت لك ان قاعده تل وانتل لو جه في النص يجي قبلهم بس سيمبل نيجاتيف، ماضي بسيط منفي، وبعدين طبعا ماضي مستقبل. جمله رقم 14 بتقول I spaced there impatiently until she finally came out half an hour later. عايز اقول هنا انا قعدت او ما قعدتش طبعا هناك impatiently باستعجال من غير صبر، حتى she finally came out half an hour later، حتى جت هي ساعة متأخر. خلي بالك كده معايا،
انتل جايه في النص، طب احنا انتل اتفقنا ان يجي بعديها باست ايه؟ باست بيرفكت. طب هنا جاي باست سنجل ماضي بسيط، هل ده معناه ان يجي قبليها، خلي بالك معايا، يجي قبليها ماضي، هل يجي قبليها ماضي تام طالما هنا ماضي بسيط جه بعد انتل؟ اقول لك لا، يجي برضه ماضي بسيط، بس افهم هنا معايا الجمله. I sat there impatiently، يعني انا قعدت هناك باستعجال بعدم صبر حتى هي اخيرا وصلت ايه؟ وصلت نص ساعه متاخر. لازم تفهم هنا حضرتك ليه ما عملناش القاعده بتاعتنا اللي هي امتين يجي قبليها باست سمبل نيجاتيف ماضي بسيط منفي وبعديها ماضي تام. اقول لك لان هنا امتين سو لذلك او اند و فنتيجه لذلك او از ريزلت انا قعدت هناك بغير صبر او باستعجال لحد ما هي طبعا اخيرا جت بعد طبعا نص ساعه. تمام. Number 15. I didn't have lunch until my father. أنا ما خدتش الغداء لحد ما بابايا إيه قوم. خلي بالك until جاية في النص، قبلها ماضي بسيط منفي يبقى بعديها لازم ماضي تاني. هتبقى الإجابة طبعًا had returned. طبعًا was returning plus continuous ملوش علاقة بـ until ماضي مستمر، ولا was being، ولا طبعًا has been اللي هو الـ present perfect المضارع. ده ما ينفعش. جملة 16. I had a gone out when my mobile rang. أنا إيه خرجت لما التليفون رن. تمام. او انا كنت اوريدي مشيت لما التليفون رن. هنشوف الفكره. I had hardly gone out ولا scarcely gone out ولا A و B مع بعض ولا no sooner. خلي بالك من الحته دي شويه يا شباب. انا عايز اقول هنا ان في كلمه او في ظرف لازم هيتحط ما بين الهاد والباس بارتيسيبل اللي هي gone out. فهنا طبعا اللي هينفع هو hardly و scarcely. فطبعا الاجابه الصح هتبقى ايه؟ بتتقال كده بالانجلش. I had hardly gone out when my mobile rang. يعني انا تقريبا كنت بره لما كان التليفون ايه؟ رانج. تمام؟ خرجت الاول وبعد كده التليفون رانج. تمام. Number 17. I had eh gone out then my mobile rang. كلمه then هنا هتربط بايه؟ صح؟ بنو سونر. برافو عليك. لان في الجمله اللي فوق لو انت ركزت معايا مش بس كمان كان هارد وسكوس اللي ينفعوا هنا في النص، ولكن عشان في كلمه وين. اول ما تربط بكلمه وين يبقى لازم هتستخدم هارد او سكوس، واحده منهم صح، فالاثنين مع بعض. هنا لما يجي لك ذان يبقى لازم هتستخدم ايه؟ نو سونر طبعا، صح كده يا شباب. جمله 18 بتقول سبيس هاف اي جون اوت وين ماي موبايل رانج. عايز اقول كده ايه؟ لما التليفون طبعا وين، خلي بالك هتربط بايه؟ بنو سونر، خلي بالك صح؟ فطبعا الاجابه هتبقى بتاعتي نو سونر؟ لا، تعالى نفكر ونشوف مع بعض. Hardly had I gone out when my mobile rang after. الجمله رقم 18 بتقول Space had I gone out when my mobile rang. زي ما انا ركزت في الجملتين 16 و17. When هنا يبقى طبعا hardly was closely. طب then هنا يبقى no sooner. طب وين؟ انا عايز هاردلي وسكوسلي، الاثنين موجودين اهلا وسهلا، واحده منهم تمام يبقى هاردلي هي الاجابه، يبقى هاردلي اي جاد اوت، طبعا انا خرجت الاول وين ماي موبايل رين، الموبايل بتاعي رين بعد كده، يبقى وين ما ننساش نختار معاها هاردلي وسكوسلي، وطبعا ذات نختار معاها نو سول. الجمله رقم 19 بتقول سبيس اي هاد جون اوت ماي موبايل رين، انا خرجت الموبايل رين. Hardly؟ لا ما تنفعش، لازم معاها طبعا صح وين. طيب after؟ ممكن جدا اخليها في دماغي. A و B ما تنفعش، احنا عايزين after بس، و no sooner محتاجه ده، يبقى after I had gone out my mobile phone. جمله رقم 20 I had gone home، انا روحت البيت. Space I took a shower، انا روحت البيت وبعد كده خدت شاور. هل after؟ ما ينفعش، لان after يجي ورا past perfect. Before يجي ورا possible بس فينا كومة. After that صح. أنا روحت البيت وبعد كده خدت إيه؟ خدت شاور، هتبقى دي الإجابة. Before that هيبقى قبل كده طبعًا، لازم before that يجي ورا طبعًا بعد الكومة حتى خاص perfect ماضي تام، وهنا الإجابة ما تنفعش، لازم after that. Number 21 I took a shower، أنا خدت شاور. إيه؟ I had gone home. عايز أقول أنا خدت شاور وبعد كده I had gone home. لا مش بعد كده، هنا معناها بقى I had gone home بس انا خرجت الاول، صح كده؟ طيب after ما تنفعش، لازم في كومة، ما تنفعش لا after ولا before، يا after that يا before that. طيب هنا لما تيجي تقول after that يعني هتقول ايه بقى؟ I took a shower، انا خدت شاور بس بعد كده
انا خلاص ما ينفعش. لكن before that قبل كده I had gone ايه home، وهتبقى الاجابه طبعا before that. انا قلت ان after that it was possible، كما طبعا قبليها، وطبعا before that كما بعد كده past ايه perfect، عكس before العاديه وقفل. Number 22 after I shut the door، بعد ما انا قفلت الباب قلت الكار بتاع العربيه. I noticed that، لاحظت ان المفاتيح، خلي بالك احنا قلنا في باست سيمبل وفي باست سيمبل، فين في الباست سيمبل ورا بعض. وهنا طبعا ادركت ان بعد ذات، او عرفت ان، او لاحظت ان بعد ذات لازم يبقى الباست برفكت الماضي بتاعي. طب وبينج ده كونتينيوس ما ينفعش، هاف بين مضارع تام ما ينفعش، هاد بين ماضي تام ينفع بس في ليفت، خلي بالك لازم تكملها مع بعض. يوز تو بي اعتدى ان ما تنفعش، هتبقى هاد بين ليفت، وهي دي الاجابه الصح، ولكن هنا جايه بشكلها المبني للمبني. نكون كده يا شباب شرحنا الباست بيرفكت الماضي قدام وحلينا أسئلة عليه. إن شاء الله أقابلكم في الفيديوز الجاية. Thank you so much. See you next time.